خلف هذا الجدار الإسمنتي العازل يعيش نحو 150 ألف فلسطيني من القدس الشرقية. معظمهم لم يتمكنوا حتى الآن من إجراء اختبارات للكشف عن كورونا. تعودنا إنه خلينا نقول التعامل مع الوسط العربي دائما بيجي أو متأخر أو أقل أهمية، يعطى أقل أهمية. أصوات الفلسطينيين تعالت مطالبة بحقها في إنشاء مراكز اختبار في مدينة قطع الجدار الفاصل ونقاط التفتيش أوصالها. الضغوطات أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلية أمرا لا فضلا على افتتاح مراكز فحوصات متفرقة في القدس منتصف هذا الشهر الجاري، لكنها أقحمتها بالعقبات. وللأسف إن هذه المحطة بس بتقدم خدمات لمؤمنين كلاليت من كل المراكز، وطبعا صناديق المرضى الأخرى مثل مكابي من يحادث لأميت في منطقة كفر عقب ما بنقدر نستوعبهم لأنه رقم هويته ما بيدخل عندنا على السيستم تبع كلاليت. الفلسطينيون غاضبون، فعنصرية السلطات المحتلة تجلت حتى في خدمات الرعاية الصحية. نحن حامل هوية القدس، نحن مندفع أرنونا، مندفع كل حقوق علينا، مشتركين بكبات حليم بكل حقوق مندفعها، بس ماخدين خدمات نهائيا، يعني فيش خدمات نهائيا، يعني منطقة ضايعة هون، يعني ما حدا سأل عنها. سلطات الاحتلال تغلق نقاطها التفتيشية الفاصلة بين منطقتي مخيم شعفاط للاجئين المكتظ بالسكان وكفر عقب عن بقية القدس في وجه الفلسطينيين، وتمنعهم من الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية في وقت تستميت مع كوادرها الطبية والأمنية في شوارع القدس لإجراء فحوصات على مواطنيها. وللحديث عن الموضوع ينضم إلينا من القدس السيد عدنان غيث محافظ القدس، أهلا بك معنا. في ظل مواجهة العالم لجائحة كورونا، المقدسيون يواجهون أو في مواجهة مزدوجة هرسلة الاحتلال والفيروس، كيف تقيم أوضاعهم؟ يعني مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. دعينا بداية أن نتوجه بتحية إجدار وإكبار لأبناء شعبنا الفلسطيني، وأيضا نتمنى السلامة لكل شعوب الكرة الأرضية حقيقة، ونقول يعني مسيحيي ومسلمي العالم كل عام وأنتم بخير بمناسبة يعني مرور عيد الفصح المجيد وأيضا حلول شهر رمضان المبارك. سألين المولى عز وجل أن تزول هذه الغمة عن سماء الكرة الأرضية في أسرع وقت ممكن، وتعود الأمور إلى سابق عهدها، وخصوصا لنا نحن كفلسطينيون الذين ما زلنا ننتظر حلم لم يتحقق بعد بالحرية والاستقلال وإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس. نعم، ما يجري في القدس حقيقة يختلف عن باقي بقاع الكرة الأرضية بشكل عام. نحن في القدس يعني نعاني وضع وإجراءات وعراقيل وعقبات وتنكيل الاحتلال، وإلى جانب يعني أن عزلوا القدس بجدار فصل وضم عنصري وتحويلها إلى كنتونات صغيرة تحول ما بيننا وما بين تطبيق إجراءاتنا وتدابيرنا على أكمل وجه للحيلولة دون تفشي وتمدد انتشار هذا الفيروس. يعني عندما نتحدث عن القدس نتحدث عن إجراءات الاحتلال التي تعودنا عليها منذ احتلال يعني المدينة منذ عام 67 ولغاية اليوم، والاحتلال يسعى جاهدا لتغيير معالمها وتهويدها وأسترلتها. واليوم نحن نجابه معركة يعني فيروس كورونا وجائحة كورونا التي ألمت بالعالم أجمع. بالتأكيد القدس يدفعون دائما الثمن الأكبر في هذه المواجهة، لأنهم حقيقة يعني من جانب أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بمطاردة وملاحقة وعركلة كل المبادرين والمتطوعين وعملنا في القدس، ونتعرض يعني للمضايقات والاعتقال والملاحقات تحت يعني حجج ما يسمى بالسيادة، ومن جانب آخر التقصير يعني الواضح من قبل الاحتلال الذي هو يتحمل المسؤولية الكاملة كسلطة احتلال يعني في الأراضي الفلسطينية. بالتأكيد يعني أمام هذا المشهد هناك حالة تخوف وحالة قلق وحالة يعني إرباك يعيشها المواطن المقدسي نتاج هذا الوضع ونتاج هذه يعني القضايا الصعبة التي يمر بها يعني شعبنا الفلسطيني وتحديدا أهلنا في القدس العاصمة المحتلة. سيد غيث، يعني سلطة الاحتلال تحاول إخفاء أعداد إصابات المواطنين الفلسطينيين بالفيروس في القدس الشرقية، هل لديكم إحصائيات دقيقة في هذا الخصوص؟
يعني كما ذكرت هناك حالة من إخفاء معلومات وتكتم على المعلومات حقيقة في منطقة القدس التي تسيطر عليها يعني سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل. نحن في ضواحي القدس هناك إجراءات التي تشرف عليها وزارة الصحة الفلسطينية رغم الصعوبات أيضا والعراقيل في هذه الأماكن. أيضا هناك تقرير يعني شبه يومي في مستجدات الأحداث وما يطرأ من تطورات في ضواحي القدس. أما في داخل القدس المنطقة التي تسمى داخل ما يسمى حدود بلدية الاحتلال هناك تكتم واضح، وما يصل من أرقام وما نحصل عليه من أرقام هو يعني بعلاقاتنا وامتداداتنا من خلال الأطباء الفلسطينيون العرب الذين يعملون في الدوائر الصحية. نحن نتحدث اليوم يعني عن منطقة القدس، هناك في ضواحي القدس الحديث يدور عن ما يقارب أكثر من 120 إصابة. أما في داخل القدس في منطقة يعني ما تسمى كما ذكرنا داخل حدود بلدية الاحتلال هناك نعم. أيضا ما يقارب أكثر من 110 إصابات، وهي في حالة يعني تراكم نتاج الوضع والإهمال الذي يمارسه هذا الاحتلال في هذه المنطقة. كما ذكرت لك في السابق يعني هناك حالة من التعتيم على الأرقام. أنتم تعلمون أهم إجراءات يعني منع تمدد انتشار هذا الفيروس هو معرفة المصاب في هذه العدوى حتى يتسنى لجهات الاختصاص تتبع خارطة المخالطين من أجل منع تمدد انتشار هذا الفيروس في القدس. يعني داخل حدود ما يسمى بلدية الاحتلال هذا الأمر غير متابع بهذه الآلية بسبب التكتم على المعطيات والتكتم على الأرقام. مع ذلك هناك حالة وعي وإدراك لدى أبناء المجتمع المقدسي يتمثل في كل مكونات أبناء مجتمعنا المقدسي الذين بادروا جميعا بدون استثناء متطوعين مؤسسات أفراد عشائر عائلات من أجل حماية مجتمعهم وحماية أسرهم وحماية بيئتهم. ونحن في كل محطة وأيضا من خلال شاشتكم اليوم أيضا بعد توجيه كل التحية والتقدير والاحترام لشعبنا وأهلنا في القدس الذين دائما وأبدا نعم. طالما كانوا يصدروا نماذج مشرفة في كافية عذرا مواجهة على كل التحديات المقاطعة. هناك نقول لهم اليوم أن عذرا. أهم نعم عذرا على المقاطعة، هناك نحو 150 ألف فلسطيني يعيشون خلف الجدار العازل، ومعظم نقاط التفتيش وفق ما علمنا مغلقة بسبب تفشي الفيروس. هل لديكم أي إجراءات متوفرة حاليا لحماية هؤلاء المواطنين؟ نعم بالتأكيد، عندما تتحدثي عن ما يقارب أكثر من 150 ألف مواطن مقدسي الذين يعيشون خلف الجدار في منطقة كفر عقب، سميراميس، مخيم شعفاط وضواحي مخيم شعفاط، بالتأكيد وزارة الصحة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية لم تدخر جهدا في هذا السياق. نحن نتابع بكل لحظة بلحظة عبر الكادر والمتطوعين وكل القوى واللجان المساندة من خلال لجنة الطوارئ التي مشكلة من كل مكونات المجتمع المقدسي في محافظة القدس لتتابع كافة الإجراءات في موضوع محاربة وعدم تمدد انتشار فيروس كورونا. الاحتلال حتى في موضوع هذه المناطق يمنع ويعيق عمل قوى الأمن الفلسطينية في الوصول إلى هذه المناطق أيضا من أجل يعني ترجمة وترسيخ السياسة التي اتخذت والتدابير التي اتخذت من أجل الحد من تمدد انتشار هذا الفيروس. وبالتأكيد يعني حالة التخوف والقلق التي يعيشها سكان هذه المناطق هم يعني بالتأكيد يعني محقون في حالة القلق، ولكن مع ذلك رغم يعني نحن لا نعول على الاحتلال ويعني لم نعول عليه بتاتا لأننا نعلم تماما أن آخر اهتماماته يعني شعبنا الفلسطيني. لذلك نحن نعول على يعني جهود ووعي أبناء شعبنا الفلسطيني في هذه الأماكن وفي هذه المحافظة، ونعول أيضا على الإجراءات التي تتخذها القيادة الفلسطينية ووزارة الصحة الفلسطينية وكافة اللجان المساندة ولجان الطوارئ التي تقوم في دورها في هذا السياق. القدس. وصلنا إلى نهاية قضية اليوم، الآن عودة إلى نضال. شكرا لك رانيا. شكرا.